السلام عليكم ورحمة الله. حنكمل وياكم فيزياء للصف الرابع العلمي. عندنا أسئلة مسائل الفصل التاسع، حلينا أولا وثانيا وثالثا، وهسه راح ناخذ سؤال الرابع. سؤال الرابع كل سهل ما بيشي. سطحان متوازيان من سطوح تساوي الجهد، جهد النقطة A فيه يساوي 10V، وجهد النقطة B يساوي سالب 2 فولت، والبعد بينهما 4 مليمتر، احسب المجال الكهربائي بين النقطتين. يلا يا روحي. السؤال الرابع، تمام. يا الله لا إله إلا الله. هسه شو نقول؟ السؤال الرابع المجال الكهربائي، قانون المجال الكهربائي E يساوي دلتا V، هاي يساوي دلتا V على X. E يساوي إيش قد الدلتا V اللي هي 10 ناقص 2 سالب 2. ماما هنا عندي الاكس مطيني 4 مليمتر في 10 اس سالب 3، اي يساوي لنا 10 سالب بالسالب موجب 10 في زائد 2 12. ندخل السالب، سالب بالسالب موجب 10 و2 12، على اليمين على 4 في 10 سالب 3. اكو اختصار، نختصر. هاي بها وحده، هاي بها 3، اذا اي يساوي لنا 3 في 10 سالب 3 في على اليمين على ام. هو بالكتاب كاتب 300 نيوتن، يعني لو تخلوها هيجي، لو تقولون 3000 ان على اليمن على سي، فأنا رأسا حولته كيفكم، يوتردون هاي يوتردون هذه.